السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية سمك بلطي برز الصيادية في الفرن بطريقة جميلة جدا. عندي كده في البداية طبعا سمك بلطي غسلاه كويس جدا ومقطعاه زي ما احنا شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، طبعا الكمية اللي تناسبك. هنجيب كده هوت عندي طبق كبير وهنبدأ نعمل التتبيلة بتاعة السمك بتاعنا. لعمايل التتبيلة عندي كده هوت 4 فصوص من الثوم، بنزل كده هوت بيهم، بنزل كمان عليهم بعصير ليمونتين بالشكل دوت، بنعصر ليمونتين اهو عصير ليمون. وبننزل عليهم بمعلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون، طبعا السمك بيحب الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، تقريبا حوالي معلقة من الملح، والملح طبعا بتظبطيه على حسب الطعم اللي انت بتحبيه. ننزل كمان بمعلقة من الخل، وعليهم نص معلقة صغيرة من الشطة، والشطة طبعا اختياري، لو انت ما بتحبيش الشطة ما تستخدمي الشطة، تستغني عنها. بنقلب الخلطة بتاعتنا دي كويس جدا كده دوت مع بعض. وبننزل بالسمك بتاعنا في الخلطة والتتبيلة الجميلة اللي احنا عاملينها، نتأكد ان السمك بتاعنا اتغطى كويس جدا كده هو اخد من طعم الخلطة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ناخد كده هو من الخلطة ونتبل السمك بتاعنا، ممكن نشتغل بايدينا عادي، هو بتاخدي من الخلطة كده هو وبتحطيها على السمك بالشكل دوت. تاخدي كمان قطعة تشتغلي بالشكل ده، طبعا لازم السمك بتاعك تبقي غسلاه ومنضفة كويس جدا. تأكدي ان التتبيلة معانا وصلت لكل قطعة في السمك. وبنسيب السمك بتاعنا في التتبيلة ديت لمدة ايه، لمدة نص ساعة كده هو، ونشوف هنشتغل بعدين ازاي. السمك بتاعنا يتبل كده هو في التتبيلة بتاعته لمدة نص ساعة. في الوقت دوت حط الصينية بتاعتي على النار، وهنزل فيها بحوالي كده يعني ايه 3 معالق من الزيت، الزيت بيبقى كتير شوية كده هو عندنا في الوصفة. نستنى على الزيت بتاعنا يبدأ يسخن. وعندي بصل شايفين كده هو مقطعة شرايح رفيعة جدا اهو، شايفين رفيع جدا، بنزل كده هو بالبصل بتاعنا على الزيت، وبنقلب البصل بتاعنا كويس جدا كده هو، عايزينه يدخل يعني في بداية اللون الذهبي، مش عايزين لونه يغمق معانا ولا حاجة. شايفين قد ايه البصل متقطع شرايح رفيعة ولسه طبعا هيستوي كمان وهيدبل. بننزل عليه كده هو بمعلقة من الملح، بنعلي النار شوية ونسيب البصل بتاعنا لحد ما يبدأ يدبل. البصلة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي بدأت تدبل، بنزل عليها بفلفل اخضر متقطع او لو عندك فلفل الوان، وبرضو بنقلب كده هو في الخلطة معانا عشان برضو ندبل الفلفل بتاعنا
هنفضل كده هو نقلب لحد الفلفل بتاعنا برضو ما يدبل. الفلفل بتاعنا هو البصل جابه كده هو مع بعضه بدأوا يدبلوا كويس جدا وقلبناهم وبدأت البصلة بتاعتنا تدخل في اللون، مش عايزين لونها يغمق ولا حاجة. في الوقت دوت هنزل بحوالي معلقة من الثوم المهروس، هفضل اقلب كده هو الخليط بتاعتي لحد ريحه الثوم ما تبدا تظهر عليا. نفضل نديها كده هو التقليبه، ننزل عليها بمعلقه من الكزبره الناشفه ونص معلقه من الكمون. طبعا بنراعي ان احنا حاطين توابل في السمك بتاعنا طبعا فما بنكترش التوابل. اول ما ابدا احس بريحه الثوم بدات تظهر، استنى بس عليها دقيقه كده هو خلاص اهي ريحه الثوم عندي ظهرت. في الوقت دوت هنزل عليها معلقتين من الصلصه، الشكل ده، ونقلب. وهنزل برضو بحوالي لتر من عصير الطماطم. في الوقت دوت هنسيب الخلطة بتاعتنا كده هو تتسبك كويس جدا والطماطم تستوي والبصلة والفلفل اللي احنا حاطينهم كله يستوي كده هو مع بعضه. هنسيب الخلطة بتاعتنا على النار تستوي، وعلى ما تستوي الخلطة انا السمك بتاعي خلاص كمل نص ساعة في التتبيلة. هنبدأ نقلي في السمك بتاعنا نص قلية، نشيل بس الخلطة نحطها على العين التانية ونبدأ نشتغل في السمك هنا هو على العين اللي قدامنا. الطاسه بتاعتنا على النار وهننزل فيها كده هو بزيت، مش هننزل بزيت غزير ولا اي حاجه لان احنا السمك بتاعنا يا دوب بس كده هنقليه يعني ايه ونسويه نص سوا لانه لسه هيكمل السوا بتاعه معانا في الرز والصينيه اللي احنا عاملينها له. وطبعا شلنا الصينيه بتاعتنا وسيبنا الطماطم والخلطه اللي احنا عملناها تتسبب في الوقت اللي احنا هنقلي فيه السمك بتاعنا. استنى على السمك على الزيت بتاعي يسخن. طبعا السمك بتاعي كده هو مبطناه كويس جدا بالدقيق، والدقيق دايما بحب ان انا ابهره عشان ما يبقاش الطعم بتاعه طلع ومش مظبوط. بالشكل دوت هبدا انزل كده هو بالسمك بتاعي، هديله نص قلية طبعا. هنستنى على السمك بتاعنا لحد ما ياخد يعني لون خفيف كده هو، وبعدين نقلبه على الناحية التانية. هنخلص قلية السمك ونشوف شكله ايه. عند الطماطم والبصله والفلفل بتاعتي اتسبكت كويس جدا، ولازم تسيبيها تتسبك علشان ما تبقاش طعم الصينيه بتاعتك حادقه. وطبعا بعد ما اتسبكت ضفت لها حوالي كوبايه ونص من الميه عشان انا طبعا عايزه الخلطه بتاعتي سايله لان لسه هنزل فيها بالرز وعايزه الرز بتاعي يستوي، فطبعا لازم احصل على قوام سائل. فنزلت طبعا بحوالي كوبايه كده ونص من الميه وسبت الميه تغلي عندي، او ممكن تنزلي بميه مغليه. وبننزل عليهم بحوالي كوبايه من الرز المغسول بالشكل دوت كده اهو، ونبدا نقلب الخليط كويس جدا عشان نتاكد ان الرز بتاعنا اتوزع في كل الصينيه بتاعتنا. وهناخد السمك بتاعنا اللي احنا كنا قلناه نص قليه شكل دوت، وهننزل عليه هننزل كده هو بيه في الصينيه بتاعتنا. هنستنى على الصينيه بتاعتنا بس تاخد غلوه واحده وهندخل بيها الفرن على درجه حراره 220 لحد الرز بتاعنا ما يستوي والسمك بتاعنا ياخد اللون الذهبي الجميل دوت. وطبعا الرز هيبقى لونه احمر واخد من الصوص الجميل اللي احنا عاملينه. هندخلها الفرن مع بعض ونشوف الشكل النهائي بتاعها ايه.
صينية رز الصيادية للسمك بتاعتنا اهي خلاص استوت وخرجناها من الفرن. شكلها جميل جدا، الرز طبعا جميل جدا وطعمه ومستوي، وطعمه كمان شارب كده هوت من التوابل ومن البصلة والفلفل والحاجات الجميلة اللي احنا حطيناها في الخلطة بتاعتنا، بتدي طعم جميل وطعم مميز للرز، وكمان بتدي طعم جميل ومميز للسمك. وطبعا الوصفة دي ما بتحتاجش ان انت تعملي جنبها رز، لان الرز بتاعها منها فيها وصفة جميلة جدا. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. ودي كانت وصفة النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، اعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.